طيب، انتشار الإسلام ومعدلات الكبيرة تلك التي تتحدث عنها كثير من مراكز الإحصاء برغم من هذه الهجمات الشرسة، بماذا تعلق على هذا الشيء؟ نعم، الحق أبلج وواضح، والفطرة السليمة تأبى إلا أن تقبل الحق، وديننا دين الحق ودين الفطرة. ديننا ليس دين مادي بحت، وليس هو روحيا بحت حتى يصبح الإنسان عنده شعائر وعنده طقوس قد تفي بالغرض، وإنما هذا الدين الحق هو دين منهج حياة، فيعطي متطلبات الروح ما تستحق ومتطلبات الجسد ما يستحق. فديننا يوازن، وهو الدين الوسط بين الروح والعقل، بين الجسد والروح، بين أفراد المجتمع على اختلاف دياناتهم ومشاربهم. من أجل ذلك يزداد الإسلام انتشارا رغم محاربة أعدائه بالليل والنهار، والله سبحانه وتعالى يذكرنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. يسعون فيه السين، أن مستمرون في هذا الأمر، لكن الغلبة للإسلام والمسلمين، وعلى المسلمين أن يقدموا للبشرية قدر استطاعتهم، لأن هذا العالم اليوم وفي كل زمان محتاجون إلى دين الفطرة الذي يلبي لهم ما تطلبه العقول، وكذلك ما تطلبه الأجساد. إذن فرغم هذا التشويه وهذا الحرب وهذا الاعتداء، ونحن نلاحظ أن التهمة دائما للإرهاب، بالإرهاب هي للمسلمين، هذا أمر أصبح مكشوف ومفضوح. مع ذلك أن الإسلام لأنه دين الحق وليس دين مسجد يتحكم فيها الإمام كما هو الكنيسة عندهم، أو المعبد عند اليهود أو عند غيرهم من الديانات الأخرى الأرضية، وإنما هو دين الحق. لأجل ذلك صدقني يأتوا الناس في أنحاء المعمورة ويطلبون الدخول في الإسلام.